رجعنا من جديد في فير بلاي مواصلين من توا حتى المرة 3:30 نحكي عن النادي الإفريقي. يوم أمس منزل بيان في النادي الإفريقي شدتني جملة بعث قناة تلفزية خاصة لنادي باب جديد قاعدة الأمور في طور الإنجاز. معنا الحديث عن الموضوع هذا الأستاذ كمال بن خليل الناطق الرسمي باسم هيئة نادي باب جديد وباسم النادي الإفريقي. سي كمال أهلا بك. أهلا وسهلا، شنو حوالي لك؟ لاباس خويا؟ الحمد لله باهي. أستاذ انا باش نستغل شويه وجودك معايا باش نبدل لك الكاسكيت كرجل قانون، كنا نحكيو في اول حصه على ايقاف احمد رئيس الاتحاد الافريقي، شنو هي قراءتك انت القانونيه بصفتك رجل قانون؟ هو يقعد قرار ابتدائي درجه من حقه، هو قرار صادر على هياكل الفيفا ومن حق احمد لاحمد انه يطعن فيه، معناتها امام المحكمه الدوليه التاس. تبقينا مدام الفيفا صدرت قرار هذا أكيد أنه عندها الأسانيد نتاعها، مازلت ما طلعتش على القرار. كي نطلعوا على القرار ونشوفوا الأسباب، لأنه يعني يبدو أنه القرار عنده علاقة بفساد مالي وبسوء تصرف، فمن خلال هذا يبدو أنه الفيفا عادة ما تصدر القرار هذا لما يكون عندها أسانيد مادية وأدلة مادية على وجود هل سوء التصرف هذا باش ما نقولش فساد. وطبعا لذلك أعتقد أنه حدوث نقض القرار هذا من طرف احمد الاحمد هي ضعيفه جدا، اذا ما قلتش معناتها تكاد تكون منعدمه. وشفنا عندنا سوابق في بلاتيني وسمو بلاتير، دونك لا اعتقد انه معناتها ستتجه لجنه استئناف الى نقض القرار هذا، لانه كما قلت لك يبدو انه قرار محايد ومسنود من حيث القانون والاسانيد الماديه. ديما جاهز ماتر، ما كانش برامج السؤال خاطر. الحمد لله. باهي استاذ، نحكيو على موضوع اللي اتفقنا عليه، موضوع بعث قناه تلفزيونيه خاصه للنادي الافريقي. اكيد مفاجئ، لانه الخبر ما لقاش برشا حظوه في وسائل الاعلام ولا؟ هو راهو يجي نقول لك العاده الجديده واللي ان شاء الله المفروض انه نولي نمشيو فيها في النادي الافريقي، انه الاخبار ما عادش تخرج كان كي نقدموا في ملف معين. يكفي من انه نحكيو تسريبات من الاول ومن بعد ما يصير شيء. توجه جديد ان شاء الله معناتها يصبح عاده في النادي الافريقي، الملف اللي نخدموا عليه ويتقدم ويتحط معناتها على ساقيه كما نقولوا نجموا وقتها نحكيو. فكان في البيان الاخراني معناتها الاشاره الى وجود هذه القناه، لانه ملف اعداد القناه هذه وطلب التاشيره نتاعها يكاد يكون جاهز بعد بعض الجزئيات التي ستقوم بها الهيئه المديره في الايام القادمه لطلب معناتها الحصول على التأشيرة القانونية وبعد ذلك الانطلاق في الإعداد المادي للقناة هذه. باش تقدموا للهيكلة بطبيعة الملف هكا ولا؟ بطبيعة أكيد إي. وين وصل الإعداد معناتها؟ مطلب توا وقتاش نجموا نشوفوا القناة هذه؟ نعرفوا الأندية في أفريقيا الأهلي الزمالك توا قاعدين ماشيين بالباهي القنوات نتاعهم، خاصة الزمالك توا قاعدين احنا في تونس ما عندناش. احنا زادة ماشيين في الاتجاه هذاك، في انه القناة هذه اكيد من الاول معناتها باش نكونوا خطوة خطوة كما نقولوا، لكن المشروع العام يتجه في انه القناة هذه تكون قناة معناتها مفتوحة في مرحلة اولى لجماهير النادي، ثم في مرحلة ثانية الى عموم الشارع الرياضي وتشاع معناتها على المستويين العربي والدولي. اكيد مو سهل مشروع كما هذا استاذ، يتطلب مش سهل، وذاك علاش قاعدين نمشيو فيه خطوه خطوه، وربي سهل ان شاء الله في الايام القليله القادمه اذا خذينا معناتها التاشيره، بعدها يكون ثم الحديث على الخطوات المتبقيه، لكن ماهيش غدوه، مازالت معناتها بعض الخطوات سي با بور دوما. القناه هذه مازالوا لها بعض الاشهر، وترى النور المفيد انه معناتها بدينا في الخطوه الاولى وتقدمنا بها وربي سهل. بعض الاشهر معناها ترى النور في ظرف اقل من عام، معناها باش تكون فما قناه عن الافريقي ان شاء الله بحول الله. سي تو فابيا وكان خلونا اولاد الحلال. الناس كل تعرف الافريقي تو عنده صعوبات ماليه كبيره، القناه مش سهل معناها مصاريف كبيره قناه تلفزيونيه. كيما مش سهل رفع الانتداب ومع ذلك معناتها بقدره ربي باش نرفع المنع، مش سهل رفع المنع ومع ذلك باش نرفع المنع، كيما مش سهل برشا حكايات. النادي الافريقي قدر انه يواجه الصعاب هذه، الأخيان أصحاب النوايا الحسنة موجودين ومعنا وياهم، ترافقت معناتها بعض الأفعال، وذاك علاش قلت لك إن شاء الله في الأشهر القادمة. بالطبيعة مش سهل، لكن ثم إرادة وربي سهل، إرادة من الهيئة الموجودة وإرادة من بعض المخلصين للنادي اللي راوا في النادي فعل وصمت مش كلام بدون فعل، وهذا هو معناتها. وقتاش يتقدم إن شاء الله الملف للهيكة؟ والله اللي نوعدك به انه دوب ما يتقدم نقول لك، لانه انا ما نجمش نحكم على الاداره التونسيه
نجم تقول لك بعد نهارين ومن بعد تتعطل انت في وثيقه ما تاخذها كان بعد اربع ايام ولا جمعه ولا جمعتين. دونك الامر مش بيدينا، هو بعد الترتيب الاداريه دوب ما تكمل نقدموا المطلب ونوعدوكم ان نقول لكم عليه. باهي خلينا نستغل وجودك معنا استاذ. فما بعض البرامج في القناه التلفزيونيه في الجنوبيه واعتقد قناه اخرى ام تونيزيا، ظهر لي فما برامج خاصه بالنادي الافريقي. لا ما عادش في ام تونيزيا، اعتقد انه توقف البث ما عادش موجوده. ونفس الشيء معناتها ظهر لي بالنسبه، ما نعرفش باش ما نجاوبكش لانه ما نملكش المعلومه، لكن المتاكد منه انه في ام تونيزيا اعتقد ما عادش موجود البرنامج. بالنسبه للجنوبيه يبدو، وهذا حسب معلوماتي انا وقتها ما زلت ما رجعتش، لكن يبدو انه البرنامج متحصل على الترخيص، والمعلومه اللي عندي يبدو انه البرنامج نفسه بحلول القناه هذه معناتها، لانه الترخيص وقتي والهيئه تملك ديما معناتها الفريق يملك ديما الصلاحيه في اسناده او سحبه، فهمت؟ معناها كان ترخيص من الهيئه معناها البرنامج هذا؟ اكيد اي لا لا للامانه نتاع الجنوبيه كان ثم ترخيص من الهيئه ومعد البرنامج في جمال برناس مبدا يخدم الا ما تحصل على الترخيص، وهذا انا شخصيا شاهد عليه. وبالنسبه للبرنامج الاخر ما كانش بترخيص ولا حاجه على ذاك، توقف دخلتوا في كونفلي والا مش بالضبط الفريقي معناتها هو طلب ايقاف والا لا؟ احنا طلبنا منهم لوخيان ولوخيان استجابوا بارك الله فيهم بدون حتى معناتها خلفيه، استجابوا ووقفوا البرنامج معناتها، وقفوا الحديث باسم النادي الافريقي معناتها، وهذا هذا المفروض لانه النادي الافريقي معناتها هو ملك للجمعيه الاسم هذايا، وهي اللي تتصرف فيه بما يتراها لها من مصلحه للفريق. يقول قايل علاش فخليته برنامج برنامج ليه؟ والله لانه هذا التوجه معناتها شفنا، ما نجمش نجاوبك لكن ما ثمش حتى خلفيه معناتها، هذا برنامج تقدم لك قبل ما يبدا تقدم لك بطلب بعطيته ترخيص، وهذا نشط بدون ترخيص فطبيعي جدا معناتها باش يكون موقف عادي معناتها، فهمت؟ واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك استاذ على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص بعث قناة تلفزيونية خاصة بالنادي الافريقي، كما اكد الاستاذ كمال بن خليل الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي. حاليا المشروع في قيد في انجاز الدوسي نتاع الترخيص، اكيد باش توجه للهيكل في الايام القادمة، وكما اكد كمال بن خليل ان شاء الله في غضون اشهر يعني ماكسيموم اقل من عام ان شاء الله باش تكون فما قناة تلفزيونية خاصة بالنادي الافريقي. فاصل الفلاش بوست ثم مواصلين في اخر نص ساعة من فيلم.